نورمال جاي بتفرج منه كمال يزي يا كمال يا اخي شنو تحب كمال على اعصابه راه يا نورمال شبيك هذا يدفع فلوس الراجل يا كمال دفع كروية دفع فلوس هذاك هو منتج 2 مليار راه مسيب الراجل كمال مش عنده فردك هو راه عنده روندر الانفيزيبل راه كيف عنده روندر الانفيزيبل يا صاحبي خليونا عاد ساكتا بون انا ماشي باش نكتب السيناريو تم بعد نحكي لكم مشيت يا صدام بون اسمعوا الاولاد نكملوا الحلقه هذه داكوردو خاطر لونجاجمون نتاعنا راهو مع الببليك مش معاه فهمت ومن بعد ربي يعمل غيب اوكي هاي نخدم على روحنا فرد انا ما غاذنيش الفرد عم غاذتني الشاد اللي صبين تي دبر جبتي خلي الخرزه في الحلقه وين سكرت بلاش فيها الضحك هذا زر له هبلش دوش قاعد يعمل هذا من قبيلة وصر له اسمع يظل فيه قاعد يولد عمر بريت واحد يكتب بالوقفة ها وتلعوك ها وطبس أنا حاسه بش دخلنا في حيطه كاو دخلنا في حيطه فيها بعد بعد كاريرك أربعة هبطوا إكسترا هبطوا من السماء تو واحد بعد عزه ودلاله يكتب له حاتم بالحاج وكذا يتيح للشادي اللي عارفاه ليه باش يكتب لنا الناس كل اي باهي باش يكتب لنا انت معنا في بالنا يكتب لنا هيا الحمد لله عليك في بالك بيا معكم اي 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 عاد شنو مشينا يا كمال وانا مشينا مشيت وين عندك مشيت جميل انت ضيف الحصه هكا ولا ما زلت في الختاوي الاولى نتاعك شو مدخلك مش نحكي على التمثيل هذا خلي افلام وخدمته زي تكومك في سيف بالله سامحني تحكي كأنك ممثل كبير ولا مخرج كبير شكون يعرفك؟ اللي يعرفني يزي ويزي ايه ما يغمينا ريض روحك سي فون لطفي هكا هو ساكت انا لي كارييري وجوايز عالمية وتكلم انت؟ مش بينا احنا ما عندناش كارير وجوايز عالمية عندك كارير بتاع شرشور ديما لسانك موتي لطفي عبد الله من لوطا يدفشع نقتله يظهر عم رشيد يظهر عم رشيد من فوق شيء بشوي بشوي عم رشيد كالعادة شو دخلنا في حيط راهو هذايا؟ ماك مخرج كلمه هي مخرج ونص هي عملت خراج قبل اسمع ايش نقول لك ايش ايش نقول جميل انا شاف ساعه نحبك كيف خويا والله كم حتى انا زاد والله يموت عليك يا لطفي راس العال اي مال علاش الكلام هذا لا والله لا والله لا بيه خويا انت ماك مخرج توا عندك السلطه كلمه يا خويا قيل اربعه وي اهلا بيك لاباس يا عايشك يا عايشك شنو؟ لا فادي تو اشعاد تعرف النباره لا ما ثم شيء الحلقه حاضره اسمعني قلت لك انا بالنسبه للبوليس حاله عاديه يظل يزيه يزيه سنه كمال تويتي معناتها مع كامل احترامي ليه تهرى فهمت لطفي العبد اللي بصراحه انا حجيرات المغلب اوه يا يا مصاد معاه والشاد لي لقزة معناتها فهمت عم ناول تعدى فهمت حسيلو هاو عندي انا سيت كوم جديد هاو قدامي الجيش هاو بطولة نعيم الجاني ظافر العابدين فهمت هي فرملية هو يتجرح هو يتجرح وهي فرملية تداويه وتصير قصة حب بيناتهم فهمت تركب له كل يوم في الفاسمة برشا ضمان هاي وهاو عندي سيت كوم اخر الحماية المدنية تيجانية في الحماية المدنية ها وقدامي بطولة نعيم الجاني وظافر العابدين زاد ما هي غارقة تبدا في البحر وهو يمنحها بال الشامبرير نتاع الكاتسون كان اوكي كومنت عندي